جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، ومن الأراضي المحتلة حيث يتوافد مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السادسة من مسيرة العودة الكبرى والتي يطلق الفلسطينيون عليها اسم جمعة عمال فلسطين تقديرا لهم على مسيرتهم في البناء والنضال الوطنية. وقد دعت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة إلى مشاركة أوسع في الفعاليات. أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجاءت إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رملة بالضفة الغربية واستمر 4 أيام. واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية. كان عباس قد دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطط نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتذار قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تصريحاته عن اليهود والتي قال فيها إن الاضطهاد التاريخي لليهود كان سببه سلوك اليهود وليس الدين. وأكد عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أنه لم يكن يقصد مهاجمة اليهود وأنه يحترم الديانة اليهودية، مؤكدا أن المحرقة النازية هي أبشع جريمة في التاريخ بحسب تعبيره. قالت الخارجية الروسية إن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيلتقيان نظيرهما المصريين في 14 من الشهر الجاري بموسكو. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماريا زخاروف المتحدثة باسم الخارجية الروسية دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى. أكدت الخارجية الروسية احترام موسكو لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الإيراني شريطة أن تفعل الدول الأخرى ذلك. واعتبرت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زخاروفا أن أي تغيير في الاتفاق النووي غير مقبول، داعية إلى حل جميع المسائل الخلافية المتعلقة بإيران في إطار مجموعة 5+1. أشاد شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب بالعلاقات الوثيقة والمتميزة بين مصر وسنغافورة، لافتا إلى حرص الأزهر على توطيد تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاق جديدة. وخلال لقائه رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أشاد شيخ الأزهر بالإسهام القوي لمسلمي سنغافورة في النهضة التي تعيشها بلادهم وحرصهم على التعايش الإيجابي مع باقي مكونات المجتمع. من جانبها قدمت رئيسة سنغافورة الشكر لشيخ الأزهر على الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء سنغافورة دارسين في الأزهر الشريف، مشيرة إلى حرص بلادها على توطيد علاقاتها مع الأزهر الشريف. قالت وزيرة الدولة والهجرة نبيلة مكرم خلال اصطحابها للوفود اليونانية والقبرصية إلى الأهرامات في إطار فعاليات أسبوع العودة إلى الجذور إن نتائج المبادرة كانت مثمرة حتى قبل انتهائها، مشيرة إلى اتفاق الدول الثلاث على تنظيم لقاءات أخرى تخدم أهداف المبادرة لضمان استمراريتها.
إنما أبعاد المبادرة دي الحقيقة كانت أو نتائجها كانت مثمرة للغاية من قبل الانتهاء الحقيقة. عندنا العشية بتاعة الافتتاح المبادرة كان في توقيع اتفاقية التوأمة ما بين محافظتي بافوس في قبرص والاسكندرية، ولسه مبلغيني إنه تم الاتفاق على خط طيران مباشر ما بين المحافظتين. تاني يوم نظمت الغرفة التجارية في الاسكندرية منتدى اقتصادي تجاري للغرف التجارية في اليونان وقبرص، وكان في رجال أعمال يونانيين وقبرصيين، وده بالتأكيد بيدفع من التعاون التجاري والاقتصادي، ويشرفوا بالحضور معالي وزير التجارة والصناعة. والحقيقة طبعا الأبعاد السياحية اللي ذكرتها، وطبعا بالتأكيد أبعاد سياسية، لأنه هذه المبادرة بالتأكيد بتخدم على التعاون الثلاثي على المستوى السياسي الرسمي ما بين الدول الثلاثة. اتفقنا أنه إحنا إن شاء الله في أوائل شهر يونيو هيكون في لقاء آخر في قبرص، لان احنا بنشتغل دلوقتي على الجيل الثاني والثالث. طالما بنتكلم عن الجذور يبقى بنتكلم عن الشباب المصريين من هذه الجذور، وايضا اليونانيين، وايضا القبارزه من هذه الجذور. بنفكر ان احنا نعمل، او اتفقنا الحقيقه ان احنا نعمل زيارات ما بين الدول الثلاث لهؤلاء الشباب. كاميرا اون لايف رصدت ايضا ردود افعال الوفود اليونانيه والقبرصيه على فعاليات اسبوع العوده للجذور، والتي كانت الاغلبيه ايجابيه. ومبسوطة قوي لنا موجودة تاني في مصر، وكل سنة تقريبا نوعا ما بنيجي احنا هنا وبنزورها، وطبعا تغيرات حصلت كتير، وربنا يخلي لنا الرئيس السيسي على الفرصة الجميلة اللي هو اداها لنا دلوقتي. أود أيضا أن أعبر عن شكرنا لحسن الحفاوة والاستقبال الذي قبلنا بها خلال زيارتنا إلى مصر. فبعض الناس يقولون أن بلدنا الثاني، فأنا لا أعرف إذن بلدي الثاني أو بلدي الأول. في إطار خطة التنمية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدأت مصر خطط للتخلص من المخلفات البلاستيكية وتوزيع البدائل لها، وذلك حفاظا على البيئة. وقال وزير البيئة خالد فهمي إن الهدف من المشروع هو الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة فقط. الأساسي منها هو بدء التوعية بضرورة إن احنا نهجر استخدام الأكياس البلاستيكية اللي ضررها البيئي البالغ على الصحة وعلى الأنواع الحياتية. ولكن احنا مش عايزين نعمل الكلام ده، في بلاد تانية عملتها بالقانون، لكن انا بنتوقع ان احنا بنقدم منظومة جديدة للقمامة دلوقتي، بنبدأ نطبقها او يعني بنتخيل ان ده احسن وقت ان احنا نقدم عناصر جديدة لمعالجة القمامة ولإدارة القمامة ودور المواطن ان هو يساعدنا. ويشارك بالفعالية عدد من القيادات المعنية، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك في عدد من النوادي الاجتماعية كنادي المعادي ومركز شباب الجزيرة. وأيضا مزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل أونلايف بكر الشرقاوي. مرحبا بك زميلي بكر. يعني هذه المبادرة بمشاركة وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، مبادرة وطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهناك أيضا أهداف أخرى للحفاظ على البيئة. ماذا لديك من تفاصيل فيما يخص هذه المبادرة؟ أهلا لبنى، نحن الآن نتواجد بمركز شباب الجزيرة حيث تنعقد فعاليات المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية برعاية وزارة البيئة. هذه المبادرة هي تمر بالمرحلة الثانية الآن، والتي كانت بها المرحلة الأولى بعقد 38 فعالية بمختلف المحافظات للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية، وأيضا المرحلة الثانية وهي أيضا تستهدف عدد من الأندية الاجتماعية، والتي بدأت منذ صباح اليوم بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وأيضا بعدد من المشاركين، وقام بتوزيع عدد من الأكياس القابلة للتحلل على عدد من المواطنين والتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة العميد محمد شهاب رئيس جهاز شؤون البيئة للتعرف على المزيد من التفاصيل عن المبادرة. أهلا بك سيادة العميد. أهلا بك مصرحي عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. يعني النهاردة بنشوف تواجدكم بداخل عدد من الأندية الاجتماعية، بدأت بنادي المعادي والآن بمركز شباب الجزيرة. الهدف من المبادرة ومحتوى المبادرة والهدف منها؟
هو النهارده زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا بنستكمل الانشطه الخاصه بالمبادره الوطنيه لحد من استهلاك الاكياس الورقيه البلاستيكيه احاديه الاستخدام واستبدالها باكياس اخرى صديقه البيئه. المبادره بدات السنه اللي فاتت في 5 يونيو 2017 خلال احتفال بفعاليات يوم البيئه العالمي تحت رعاية وزارة البيئة والسيد الوزير دكتور خالد فهمي وزير البيئة، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية الإقليمي العربي وأوروبا سيداري، ومشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. المبادرة في الحقيقة بتستهدف أن احنا نقلل بقدر المستطاع من استخدامنا للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس أخرى صديقة البيئة، سواء أكياس ورقية أو أكياس اللي هي قابلة للتحلل ديجريدبل، اللي تم توزيع حوالي 4,500,000 طن منها في الفترة السابقة زي ما تفضلت وقلت. والنهاردة احنا بنوزع حوالي 4,500 شنطة القابلة للاستخدام اكتر من مرة الريوزابل، واللي يمكن كلنا نفتكر ان دي كانت عاداتنا في بيتنا قبل كده في البيوت المصرية كلها، ان ست البيت كانت دايما بتشيل شنطة نسميها شنطة الخضار ويبقى عندنا الشنطة بتاعت العيش. وللأسف احنا نمط الاستهلاك ونمط الحياة بتاعنا اتغير، وللأسف ده كان الأسوأ. الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لها أضرار كتير جدا سواء على مستوى البيئة والصحة أو على مستوى الاقتصادي. الأكياس البلاستيكية ضررها البيئي ان احنا هي بتنتهي لحاجة من ثلاثة، يا يعني اما ان هي بتدفن وبتستهلك حوالي اكتر من 100 سنة عشان تتحلل في التربة، اما ان هي بتتحرق مع المخلفات، وده طبعا حرقها بيؤدي لكتير من الانبعاثات اللي بتطلع جسيمات وغازات ليها تأثير سلبي جدا على صحة الانسان. الحاجة الثالثة بينتهي بها الحال انها تكون في المحيطات او في الانهار او في البحار او في اي مكان للموارد المائية، وده يعني الدراسات بتقول ان احنا عندنا اكتر من 1,000,000 طائر بحري بينفق سنويا بسبب الاكياس البلاستيكيه. كتير من الكائنات البحريه زي السلاحف البحريه ده بيأثر في النظام البيئي كله. من ناحيه الاقتصاد احنا الدراسات بتقول ان احنا بنستهلك حوالي 12 مليار كيس بلاستيك سنويا وبنصرف عليها 2 مليار جنيه سنويا، ده بيستهلك عمله صعبه طبعا لان بنستورد معظم الخامات اللي بتستخدم في صناعه الاكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام. الهدف من المبادره اكتر من التوزيع ان احنا نبعت رساله وتوعيه للناس، نقول لهم خلوا بالكم في مشكله كبيره يمكن مش ظاهره قوي في الوقت الحالي لكن هي هيبقى ليها تاثير سلبي كبير جدا. بعض الدول العربيه بالمناسبه منعت بالفعل استخدام الاكياس البلاستيكيه، وان شاء الله احنا ماشيين في هذا الاتجاه عشان في النهايه نمنع استخدامها نهائيا باذن الله. يعني سياده العميد شايفين ان فكره المبادره وان تبداوا بيه النوادي الاجتماعيه، المناطق الماهوله بالسكان تحديدا المناطق الشعبيه وهي اكبر مناطق اللي بتستخدم الاكياس البلاستيكيه، هل في خطه من ضمن المبادره الوطنيه للحد من الاكياس استخدام الاكياس البلاستيكيه تنزل المناطق الشعبيه وتبدا ان هي تستخدم المبادره في توعيه المواطنين ام لا؟ بالفعل يمكن الفترة اللي فاتت احنا وزعنا في كافة المستويات في المحافظات وفي السلاسل الكبرى المتاجر الكبرى الشهيرة. النهاردة احنا في نادي المعادي وفي مركز شباب الجزيرة بنحاول نروح كافة المستويات ونخاطب كافة المستويات، لان في النهاية الموضوع مش موضوع فئة معينة، كلنا هنتأثر سواء طبقة كافة الطبقات هتتأثر بموضوع الاستهلاك للأكياس البلاستيكية، فاحنا بالفعل بنخاطب كافة المستويات عشان خاطر الموضوع ده خطر علينا كلنا. شكرا سيادة العميد على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، ولبنى عودة لك مرة أخرى في الاستوديو. كانت هذه هي أبرز التفاصيل حول المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية. شكرا لك بكر الشرقاوي مراسل أونلايف، كان معنا من مركز شباب الجزيرة لمتابعة يعني فعاليات مبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وبالطبع شكر موصول لسيادة العميد محمد شهاب رئيس جهاز شؤون البيئة. مشاهدينا الكرام النشرة ما زالت مستمرة، ابقوا معنا بعد قليل. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. إلى سياق النشرة مرة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مساعد وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف قوله إن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال سيضر بالتعاون الأمني بين لندن وموسكو في إطار استعداد الأخيرة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في يونيو المقبل. يشار إلى أن سكريبال البالغ من العمر 66 عام تعرض وابنته لعملية تسميم في مارس الماضي بمدينة سالزبورغ
سالزبوري، وقد خلص المحققون البريطانيون إلى أن المتسبب بها غاز أعصاب روسي يسمى نوفيتشوك. ذكرت مصادر لرويترز أن الدول الأوروبية ستسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل خطة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وقالت المصادر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستقدم اتفاقا سياسيا منفصلا يحمل التزاما باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، إلا أنها في الوقت نفسه بدأت العمل على حماية العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران تحسبا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في وقت سابق أن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، داعيا واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها. الاتفاق النووي لم يكن معاهدة تستلزم توقيع أو تأييد أي جانب، بل هو ملزم للجميع عقب تأييده من قبل مجلس الأمن الدولي. أوضح الأمر بشكل قاطع ونهائي، لن نعهد بأمننا إلى جهة أخرى، ولن نعيد التفاوض على اتفاق نفذناه بالفعل بنية حسنة أو نضيف إليه. الضجيج أو التهديد لن يحقق لواشنطن اتفاقا جديدا، خاصة عندما لا يحترم الأمريكيون ما اتفق عليه سابقا. أي انتهاك للاتفاق النووي أو الانسحاب منه لن يبقى من دون رد. قالت وزارة الخارجية إن تصريحات الوزير سامح شكري بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس المقصود بها مصر. وأوضحت الخارجية في بيان أن شكري كان يتحدث عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر. وشددت الخارجية على أن مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقا لآليات دستورية وقانونية محددة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي الجارة ليبيا، توغلت وحدات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في جنوبي مدينة درنة بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع عناصر تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابية. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات جرت في منطقتي الظهر والحيلة جنوبي مدينة درنة، ويعد هذا التحرك العسكري هو الأول منذ أن تعهد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر الشهر الماضي بتحرير درنة، وذلك بعد فشل كل الحلول السلمية وتفاقم معاناة المدنيين من أوضاع إنسانية صعبة. أما في اليمن، حررت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية عددا من المواقع الجديدة والاستراتيجية باتجاه منطقة البرح غربية عز، وذلك ضمن عملية عسكرية لتحريرها وفك حصار ميليشيات الحوثي المفروض على المدينة وتأمين التقدم باتجاه الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية تمكنت أيضا من تحرير تلال السود والخزان الأبيض والشبكة والسنترال إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. قال وزير الدولة لشؤون الخارجية أنور جرجاش إن التمرد الحوثي في أضعف حالاته سياسيا وعسكريا، ودعا في تغريدة على تويتر إلى التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيما، كما طالب برفض التشتيت والخلافات الجانبية. وفي بلاد الرافدين، كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن محاولات تهديد تعرض لها من قادة في ميليشيات الحشد الشعبية، وتوعد العبادي خلال حفل انتخابي بمحافظة النجف بكشف ملابسات اغتيال رئيس الدائرة المالية في الحشد الأسبوع الماضي بعد تعاونه مع الحكومة في كشف الفاسدين داخل الميليشيات. أنا سألت متنفذين مسؤولين في الحشد، ما يتذكرون أسمائهم، لأن قبل سنة ونصف ذكرت اسم أحدهم وعنفوه، كيف تتعاون مع رئيس الوزراء؟ يريد ندقق، يريد ندقق، لأنه هو أخبرني كلام تفصيلي عن أولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتب المقاتلين، يصون منها لهم، يأخذون الأموال ويوزعها كيفما شاءوا،
امتدت يد الغدر لتأخذ الشهيد قاسم ضعيف. يصورون الفازين بهاي خوفونا؟ هذا عهد مني إلا نجدهم. خليهم يذبح ثمن هاي وغيره. مشاهدينا الكرام، لن يتبقى الآن إلا التذكرة بأهم العناوين. مئات الفلسطينيين يتوافدون على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة عمال فلسطين ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى. الخارجية الروسية تعلن عن لقاء مرتقب في 14 من مايو الجاري يجمع بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا. في تصاعد أزمة الاتفاق النووي مع إيران، روسيا تؤكد التزامها بالاتفاق إذا التزمت الدول الأخرى بذلك. إلى اللقاء.